السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز من قناة جيمنج كلاين. اخباركم ان شاء الله، ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده اهو، زي ما انتم شايفين مقابلة جديدة مع منتج لعبة بيس تارو كيمورا، منتج لعبة بيس 22 او لعبة اي فوتبول. في المقابلة دي شباب المنتج اتكلم وقال معلومات مهمة جدا عن بيس 2022 واستعرضها معكم دلوقتي. طبعا زي ما انتم شايفين هنا باللغة اليابانية، انا كالعادة هترجم الكلام ونقرأ المعلومات الجديدة مع بعض ونفهم المنتج قال ايه واحدة واحدة. طيب شباب، حاب اقول لكم انه دي قناتي التانية على اليوتيوب. لا قدر الله لو حصل حاجة والقناة الحالية اتقفلت، هبقى مستمر على القناة دي، عشان كده ادخلوا واشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس. زي ما شايفين يا شباب، اول سؤال سألوه له في المقابلة دي قالوا له هل كانت هناك مقاومة داخل فريق التطوير لتغيير العنوان؟ يعني هل في موظفين كانوا بيعارضوا انه لعبة كانوا الاسم انه الاسم يعني يتغير من بيس 22 الى لعبة الى اي فوتبول؟ كومورا رد عليهم قال لهم بالطبع، كان لدي شعور بأنني وحيد، ومع ذلك كما ذكرت سابقا فإن البيئة تتغير، وكنت مدركا لخطر عدم تمكني من البقاء على قيد الحياة إلا إذا واجهت تحدي كبير منها، لذا شعرت أنه تم قبوله بسرعة كبيرة. يعني بيقول أيوة كان في مقاومة داخل فريق التطوير، وزي ما قلت في الأول الظروف تتغير، السوق بيتغير، جيل جديد نزل، عشان كده كان هو عارف أنه هو في خطر، لعبته في خطر، وكان لازم يعمل تغيير كبير عشان يتمكن من البقاء على قيد الحياة. السؤال الثاني وهو مهم جدا، زي ما انت شايفين صاحب الموقع بيقول من فضلك اخبرنا عن محرك اللعبة الجديد، ما الذي سيتغير اكثر مع تركيب المحرك الجديد؟ كومورا رد وقال له الاجزاء الرسومية والمرئية هي من محرك الانرال انجن، يعني رسوميات اللعبة جرافيك وعرضه، يعني وعرض اللاعبين نفسهم صورتهم والكلام ده كله بالمحرك الجديد بالانرال انجن، ويستخدم جزء من اللعبة محركنا الخاص. يعني في جزء من بيس او لعبة اي فوتبول طور، يعني في يعني مثلا حركات من الجيم بلاي موجودة زي ما هي في داخل اللعبة، ولكن طوروها، ما مش زي ما هي، ما خدوهاش نسخ من المحرك القديم وحطوها في اللعبة دي، لا خدوها وطوروها بالمحرك الجديد، معناه انه في حاجات ما اتبنتش بالصفر من المحرك بالمحرك الجديد الانرال انجن. وبيقول يطلق على هذين المحركين بشكل جماعي اسم محرك جديد، ولكن باستخدام الانرال انجن ليس فقط التحسين البصري، يعني يقصد الجرافيك، ولكن ايضا جميع الانظمة الاساسية يمكن تصنيعها بمحرك واحد. وكمان في سؤال تاني بعده، سؤال مهم جدا، صاحب يعني اللي عمل معه مقابلة بيقول له اين يختلف الجزء الرسومي بشكل خاص، يعني الجرافيك بيختلف في ايه عن الجيل الحالي؟ كامورا قال له مواصفات الجيل الحالي مذهلة، يعني مواصفات البلايستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس مذهلة ورائعة جدا، لذا من الطبيعي انها تتحسن وفقا لتلك المواصفات، يعني الطبيعي ان لعبتهم اي فوتبول تتحسن وفقا لتلك المواصفات. وده يعني السؤال اللي ناس كتير كانت عايزه اجابه عنه، وهو جرافيك اللعب على الجيل الجديد. زي ما انتم شايفين هنا كيمورا بيقول من طبيعي جدا ان احنا نطور لعبتنا عشان تتناسب مع جرافيك اجهزه الجيل الجديد، وبيقول ومع ذلك لم يتم استخدام كل منهم، ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. وزي ما قلت لكم في السؤال اللي قبل اللي فات، هنا كمان في سؤال بيقول له هل استعدت حركه اللعب وما الى ذلك، يعني حركات اللاعبين هل في منها موجود في اللعبه لغايه دلوقتي؟ المحركات اللاعبين اللي كانت بالمحرك القديم هل موجوده في الانرال انجن؟ كيمورا بيقول له لم يتم استعادة كل شيء، يعني في حاجات كثيرة اتبنت بالمحرك الجديد من الصفر، ولكن القليل منها لقد اعلنت هذا قبل ايام، لكنني ادخل تقنية جديدة يا شباب، التقنية اللي انا قلت لكم عليها اتكلمت عنها في فيديوهين تقريبا، وهي مطابقة الحركة او الموشن ماتشنج. ببساطة انها تقنية تخلق رسوما متحركة سلسة للغاية، لكن ادخال هذه التقنية يجعلها تبدو اكثر واقعية من اي وقت مضى. يعني هو بيقول اللعبة مع التقنية الجديدة الموشن ماتشنج دي تقنية قوية جدا من حيث الرسوميات، وبتخليك تحس انه اللعبة جديدة كليا، والتقنية دي يعني احسن من اي وقت مضى، هتخليك تستمتع باللعبة اكتر من اي وقت مضى. وهنا كمان في سؤال لصاحب اللي عمل معاه مقابلة بيقول له عندما تسمع الكثير ما زلت تريد اللعب بأجهزة الجيل الحالي؟ هو صاحب المقابلة هو بيسأله، كيمورا ضحك وقال له، يعني صاحب المقابلة كمل قال له بالمناسبة ذكرت انه ستتم اضافة وضع جديد يسمى التيم بيلد، كيف سيكون هذا؟ قال له كيمورا ان هذا الوضع كان يسمى سابقا الماي كلاب، هذه المرة ستتغير مواصفات المحتويات. يعني اللي فهمته من الاجابة
انه وضع التيم بيلد تقريبا هو الميك لاب، وبيقول له ليس سأغير الاسم، لذلك بناء الفريق ليس اسما رسميا. ايضا سنجمع اللاعبين لانشاء فريقنا الخاص واللعب ضد لاعبين اخرين، لذلك من اجل الوضوح نقول فقط هذا هو الوضع لبناء الفريق. وكمان هنا بيسأله تاني، بيقول له هل تقصد ان وضع الماي كلاب هيتغير بشكل كبير؟ كيمورا قال له انه مختلف تماما عن الاجزاء السابقة. التدفق الاساسي لجميع اللاعبين وممارسة الالعاب وكسب النقاط وشراء اللاعبين وشراء ورفع المزيد من اللاعبين هو نفسه، لكن جزء تصميم اللعبة جديد. وكمان سأله تاني، بيقول له أين هو الجزء الذي يتغير على وجه الخصوص؟ يعني إيه هو بالضبط اللي تغير في الوضع ده؟ كيمورا قال له حتى الآن كان ما يسمى بطريقة جاشا عشوائية قوية، لكننا قررنا مراجعتها حتى يتمكن جميع اللاعبين من الاستمتاع بلعبة عادلة، لذلك هذه المرة ستكون هناك آلية لترشيح واكتساب لاعبك المفضل. دي اتكلمت عنها قبل كده فمش هشرحها. قال له إعلان الماتش باس هذه المرة هو بالضبط ذلك، من خلال ممارسة الألعاب يمكنك الحصول على اللاعبين والعناصر التي تريدها. مواصفات اللعبة بحيث يتم تحديد نتيجة اللعبة من خلال العوامل المدفوعة، بحيث لا يطلق عليها اسم باي تو وين، يعني الدفع مقابل الفوز. كمان صاحب المقابلة بيسأله بيقول له بالمناسبة الماستر ليج كانت DLC، ولكن هل سيتغير المحتوى هنا أيضا؟ كيمورا قال له هذه المرة ستتمكن من لعب الماستر ليج على الهاتف المحمول، وده كان أحسن حاجة شفتها في المقابلة لغاية دلوقتي، إنه الماستر ليج هيكون موجود على الهاتف المحمول زي ما قلت لكم في الفيديوهات السابقة. وقال له في هذه الحالة سيكون من الضروري تعديل تصميم اللعبة وفقا للجوال، يعني في الحالة دي طالما الماستر ليج هيكون موجود على الهاتف المحمول فبالتالي احنا طريقة تصميم اللعب على الهاتف المحمول هتبقى مختلفة، يقصد تقريبا القوائم وما شابه، يعني هيكون مختلفة السنة دي لعبة الجوال حتى تتمكن من اللعب قليلا أثناء التنقل. يعني بيقول له هنصمم اللعبة هيكون فيها تعديلات جديدة عشان تقدر تتنقل ما بين القوائم بطريقة سلسة. بيقول لذلك أعتقد إنه لن يكون هو نفسه تماما، ومع ذلك فإن الطريقة الأساسية للعب هي نفسها كما كانت من قبل، يقصد هنا الهاتف المحمول تقريبا. بيقول يعني أزرار التحكم للهاتف المحمول الطريقة الأساسية للعب هي نفسها كما كانت من قبل، يعني مش هيتغير زي الكمبيوتر. طريقة طبعا الكمبيوتر والبلايستيشن طريقة التحكم فيهم اتغيروا، فبالتالي هنا على الموبايل طريقة التحكم هي. بيقول له كمان بصفتي معجبا اعتقد ان هناك شيئا ما تتوقعه حقا من جزء الترخيص، حتى الان تم الاعلان عن 9 اندية من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، لكن ماذا عن هذا؟ يعني بيسألوا عن الاندية اللي هتكون موجودة في الاصدار الاولي بصفته هو معجبا عن بلعبة بيس. كامورا قال له انا اسف من الصعب الاجابة في هذه المرحلة، الاندية الـ9 التي اعلنا عنها بالفعل ستظهر بالتأكيد، بالنسبة للأشياء الأخرى سنبذل قصاري جهدنا لتلبية توقعات الجميع، لذا يرجي انتظار تقرير المتابعة. يعني كامورا بيقول له من الصعب إن احنا نجاوبه على السؤال ده حاليا، وبيقول له إن الـ9 أندية اللي أعلنوا عنها هيكونوا موجودين في أول إصدار للعبة، وبيقول له عشان تفاصيل أكتر استنى تقريبا الأسبوع ده هيعلن عن باقي التفاصيل بخصوص الشراكات الجديدة مع اللعبة. طيب يا شباب انا اسف جدا، كان في يعني كلام كتير حابب استعرضه معاكم، ولكن للاسف انا اسف يعني مش هقدر عشان وقت الفيديو بقي طويل جدا. اتمنى يعني بكره هعمل شرح وهستعرض معاكم باقي المقابله مع المنتج كيمورا، وهنزل الفيديو بكره ان شاء الله. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وما تنسوش تشتركوا في القناه الاحتياطيه يا شباب مهم جدا، وشكرا على الدعم اللي بشوف منكم في التعليقات. سلام.